سلام حبيباتي، واش راكم؟ نتمنى كامل تكونوا بخير بصحه وعافيه ان شاء الله. وصفتنا نهار اليوم راح تكون بوراك تاع الدجاج، الوصفه اللي كانت مطلوبه بزاف من بعض الاخوات. راح نديرها لكم على طريقتي ان شاء الله تعجبكم. بلا ما نطول عليكم، فوتوا المقادير وكيفيه التحضير. لهذه الوصفه نحتاج حبه بصل متوسطه الحجم، 3 فصوص تاع ثوم، كميه من المعدنوس، كميه من الزيتون مقطع. نحتاج اللحم تاع الدجاج، انا استعملت هذه الاوراق تاع الديول العائله. نحتاج كميه من التوابل، عندي شويه تاع موطه اللي هو الخردل، كميه من السكنجبير، شويه تاع حرور، شويه تاع ملح، كركم، وعلى راس المغرف راس الحانوت. ونحتاج الفرماج اللي راح ندير في البوراك. هنايا جبت هذه الاله، راح نقطع فيها الثوم مع البصل، نرحيهم مليح. هنايا في المقله كنت حطيت كميه من الزيت، نزيد عليها البصل ونخليها تتبل لنا البصله مليح. نزيد عليها اللحم الدجاج، هنا راح نزيد عليها الموطة مع التوابل ونخلط مليح حتى الدجاج يتشرب كامل هذيك النكهة تاع التوابل. نزيد عليها كمية من المعدنوس مع الزيتون، هنا الزيتون اختياري. وهنا راح نزيد عليه هاد لاكريم، كريمه الاجبان، بعد ما طاب لي مليح في الاخير كي نكون راح نقدر نطفي عليه. زدت عليه هاد الكريمه تقريبا فنجان صغير. نجمو نعوضوها بواحد بوطا ياغورت ناتور ونخليها تبرد باش نفرسي بها. هنايا قسمت الديول تاعي على نصفين، هنحط كميه من الدجاج ونزيد عليها الفرماج وراح نديرها مثلث بهذا الشكل. نجمو نديرو هذه السيقة، راح نشاركها معكم. هنا راح نجاوب على الأسئلة تاع واحد الأخوات، سقساوني شحال كمية تاع الدجاج. هنا 500 غرام تاع اللحم المفروم ديرنا بالضبط 30 حبة تاع بوراك. هذا هو البوراك تاعنا جاهز الطبق تقديم. كالعاده راح نقسمها لكم باش تشوفوه من الداخل كيفاش يجي. هذه الحشوه تجي بنينه بزاف ان شاء الله. نكون استفدت الاخوات اللي كانوا يسقسوا على كميه الدجاج اللي شعل درنا من حبه. هذه هي وصفتنا نهار اليوم حبيباتي، ان شاء الله تعجبكم تنال رضاكم. واذا عجبتكم ما تنساوش تشتركوا في القناه. الى اللقاء في وصفه جديده ان شاء الله.